All I got is so bad, broke my broken will and I can't go again. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زلها. طبعا في هذا المقطع راح أعلمكم كيف تجيبون أسماك لا نهائية بلاش وبدون أي تعب، وراح تحصلها على الجاهز. فيلا نخش في المقطع. طبعا أول شيء المكان راح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي، بالقرب من منطقة بلاك ووتر. لما توصل للمكان يفضل أنه يكون معاك أحد الحيوانات التالية، يا أنه يكون غزال أو أنه يكون البط التركي، لكن يفضل أنه يكون البط التركي. والبط التركي راح تحصله منتشر في المنطقة بجانب البحيرة، تقدر تحصل البط التركي. وأيضا إذا جبت غزالة ترى برضو الوضع طبيعي ينفع، لكن اهم شيء في الاثنين انه ما تسوي لهم سكن، يعني يكون حيوانات بجلودها. طبعا زي ما تشوفون هنا انا جبت البط التركي، بعدها راح تيجي لهذا المكان، راح تحط البط التركي في هذا المكان زي ما تشوفون في الجيم بلاي. الان راح تحصل الاسماك ما هي طالعه. اول شيء طلع السناره، بعد ما تطلع السناره حط لك اي طعم، بعدها راح تلاحظ انه الاسماك بدت تطلع وتطلع وتطلع. طيب الان المفروض انه الاسماك تيجي حول الجثة أو البط التركي، يعني تيجي بشكل سريع جدا وتتجمع وتتجمع وتتجمع. طبعا لما تتجمع بشكل كبير جدا زي ما تشوفون في الجيم بلاي، كل اللي عليك الآن إنك تبدأ تجمعها سمكة سمكة سمكة، ويعني وانت متكي على جوالك وهي الأسماك تجيك، فطريقة رهيبة جدا. طيب إذا خلاص والله جمعت وتبغى مرة ثانية تجمع زيادة، كل اللي عليك إنك تأخذ اللي هو البطة التركي أو الغزالة وتحطها على حصانك وتبعد عن المنطقة، يعني تبعد شوية بعيد. يعني بعد ما تبعد راح ترجع مرة أخرى لنفس المكان وراح تطبق نفس الخطوات، وراح تحصل الأسماك تجيك زي اللهب. طيب الآن راح نتوجه لي اللي هو البوتشر ونشوف كم جابت لنا هذه الأسماك. طبعا شغل تقريبا ربع ساعة إلى 20 دقيقة قدرنا نطلع 48 دولار تقريبا. هي ما هي أفضل طريقة لتجميع الفلوس، لكن هي أحد الطرق لتجميع الفلوس وانت متكي بدون ما تتعب نفسك، عرفت كيف؟ طيب شاركونا في خانة التعليقات هل تبون نستمر على تنزيل Red Dead Online أو بعض المقاطع عن Red Dead Online. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. يلا سلام عليكم.